قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن بلاده ستتخذ كل ما يجب عمله لمنع تنفيذ جريمة تهجير الفلسطينيين التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية. وأضاف رشوان أن تهجير الفلسطينيين يعد جريمة حرب فادحة ولا يمكن أن تكون مصر طرفا فيها. كما لفت إلى أن أي تهجير للفلسطينيين سيمثل تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديدا مباشرا للسيادة والأمن القومي المصريين. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ومن الناصري ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. أرحب بكما ضيفي الكريمين على شاشة الحدث. اسمح لي أن أبدأ معك دكتور محمد. مصر ستتخذ إجراءات وخطط مناسبة في حال أقدمت إسرائيل على اجتياح رفح، ما الذي يمكن فعلا أن تفعله مصر؟ يعني هناك أوراق كثيرة، يعني ليست بالضرورة أن تأخذ يعني عملا عسكريا كما قد يفهم البعض. يعني هناك إجراءات عديدة يمكن أن تلجأ إليها الدولة لحماية أمنها القومي، وفي هذه الحالة في حالة ما نحن إزاؤه في قطاع غزة تصفية للقضية الفلسطينية، ليس فقط دفاعا عن الأمن القومي المصري لكن دفاعا أيضا عن القضية الفلسطينية دون التصفية. هذه الإجراءات يعني تبدأ من التواصل مع القوى الدولية المعنية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك يعني إجراءات يعني أخرى تتعلق بحماية الحدود، فبالتالي نحن إذا يعني حزمة من الإجراءات ومن يعني الأمور التي يمكن اتخاذها للتعامل مع مثل هذا الموقف. لكن الثابت والذي يتم التأكيد عليه عشرات المرات أن مصر لن تقبل أي سيناريو يفرض عليها. إذا كانت مصر ستنسق مع الولايات المتحدة دكتور محمد، عذرني على المقاطعة، وستلجأ إليها في حال يعني أقدمت إسرائيل على هذا الأمر، إلى أي مدى يمكن أن تكون الولايات المتحدة ضامنا في ظل الخلافات المتواصلة والمستعرة بين نتنياهو وبايدن أو الإدارة الأمريكية؟ يعني رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل حتى الآن إلى وقف مطالبة إسرائيل بوقف الإطلاق النار أو إجبار ذلك عليها، لكن ما زال الموقف الأمريكي يعني يقوم على ضرورة الوصول إلى أو الدخول في هدنة طويلة الأمد نسبيا، وبالتالي هذا الموقف الأمريكي يعتبر ورقة مهمة، لأنه الدخول أو توسيع العمليات العسكرية في رفح سيمثل يعني جريمة إبادة إنسانية لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتحملها. وضعها في النظام العالمي يعني، وحتى الإدارة الأمريكية الحالية يعني أصبحت تواجه مشكلة فيما يتعلق بطبيعة العمليات العسكرية وحجم المدنيين والهجوم الضخم من جانب كتلة دولية كبيرة على السياسات الإسرائيلية وعلى العدوان الإسرائيلي وتكاليفه المادية والإنسانية. فالولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد ليس من مصلحتها إرباك المشهد في المنطقة، وخاصة أو العلاقات المصرية الإسرائيلية التي تستند إلى ثوابت وتستند إلى معاهدات الجميع يحرص على أن تظل هذه المعاهدات قائمة يعني والموقعة منذ عقود وقائمة منذ عقود، وجميع الأطراف يعني وضحت الفكرة. نعم، مازالت على قناعة شديدة بضرورة الحفاظ على كل هذه الثوابت. فضلا عن ذلك اسمح لي في جملة قصيرة أنه لا يجب أن نتعامل مع كل ما يعلم من الجانب الإسرائيلي عن اجتياح رفح على أنه سيتم بالفعل. يعني في رأيي أن كل هذا ما زلنا في إطار الضغوط على الجانب الفلسطيني وعلى حركة حماس للقبول باتفاق الهدنة أو بصفقة. سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل. نعم، اسمح لي أن أشرك بهذا الحوار. أعد وأرحب بك أستاذ نظير مجددا معنا في هذا النقاش. هنالك خطة سيتقدم بها الجيش الإسرائيلي إلى القيادة السياسية الإسرائيلية فيما يتعلق بنقل الفلسطينيين إلى جنوب وسط غزة وليس الشمال. هل فعلا هكذا يحكى بالأوساط الإسرائيلية عن هذا الأمر؟ وهل هو فعلا سيكون الجيش الإسرائيلي صادقا بهذا الأمر؟
تحياتي لك أستاذ نصير وللأستاذ أهلا بك. محمد وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. أجل يتحدثون في إسرائيل عن خطة أعدها الجيش وبدأ التدرب عليها، ولكن الحكومة رفضتها، ولذلك تقرر أن تكون هناك خطة أخرى في الأسبوع القادم. أنا أيضا أعتقد أن هذه الخطة والحديث عنها والإكثار من الحديث عنها هدفه الأساسي هو ممارسة الضغوط في طاولة المفاوضات، وليس فقط على حماس، بل هي أيضا ضغوط على مصر حتى تضغط على حماس لكي يتقدموا في خطة في اتفاق صفقة تبادل الأسرى. ولكن طبعا هنالك يعني احتمالات أن تفشل هذه الضغوط وأن لا يكون هناك صفقة، وتواصل إسرائيل التقدم في عملياتها الحربية. هي من الآن تقصف رفح، ولكن الحديث عن اجتياح هو وارد في السياسة الإسرائيلية، لكن أمامه ممكن أن تكون عقبتان أساسيتان. العقبة الأولى الولايات المتحدة، هل ستقبل ذلك؟ الولايات المتحدة تقول الآن هي ليست من أجل الدخول إلى رفح طالما لا يوجد ضمان لقضية المدنيين. واليوم هناك تصريح أمريكي يقول أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يكون هناك استمرار في المعارك لا برفح ولا في غيرها، يريد وقف إطلاق النار ولو بشكل مرة. حتى أنه قال أستاذ نظير يعني يأمل بأن لا يقوم الإسرائيليون بغزو رفح، يعني هذه أريد تعليق منك على كلمة يأمل. نعم، كلمة ناعمة من دون شك، هو يمارس ضغوط ناعمة حتى الآن. اللهجة الأمريكية لا تجدي نفعا حتى الآن مع القيادة الإسرائيلية الحالية. هذه القيادة بدأت تستعد لأن تدخل في مواجهة مع الإدارة الأمريكية، هذا الأمر لم يكن قبل شهرين مثلا، لكن الآن بدأ يتحرك وتململ في هذا الاتجاه. وهنالك عقبة أخرى أمام الحكومة الإسرائيلية، المعارضة الداخلية في إسرائيل، عائلات الأسرى، المظاهرات، مجموعة الاحتجاج التي بدأت هذا الأسبوع، استعادت إلى الشارع هذا الأسبوع، لم تعد بالزخم الذي كان قبل الحرب، وهذا يشجع نتنياهو. ولكن نحن نتحدث عن 3 أسابيع، يعني جانتس أعطى 3 أسابيع قبل الهجوم على رفح. خلال الأسابيع 3 إذا كان هناك تصاعد في الحراك الشعبي الإسرائيلي، من الممكن أن هذا يشكل ضغطا على نتنياهو حتى يمتنع عن مثل هذا الهجوم. في الوقت الحاضر هو لا يمتنع ويستغرب من الموضوع في الضغط على مصر وعلى قيادتها.